بونجور لو ماروك، السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في الفيديو اللي غنهضروا فيه على واحد الموضوع ضخم، على حقيقه ديال واحد الموضوع اللي تلقاه اهتمام كبير في كاع مواقع التواصل الاجتماعي، في كاع المواقع الالكترونيه، وايضا حتى في الصحف المكتوبه. امراه حامله 9 سنين، موضوع كبير، موضوع خاصنا نهضروا عليه بطبيعه الحال، موضوع اللي جا تزامنا او لا من بعد الاعلان ديال الحكومه على الزيادات على المواطن المغربي، لاكارت ناسيونال، البيرمي، الباسبور، ومؤخرا دابا مطيشه الحمد لله وصلت 240، فخاصنا نهضروا على هذا الموضوع الضخم ديال المراه اللي حامله 9 شهور، موضوع تعطاه اعلاميا واحد الاهتمام خطير جدا، وهذا الشيء بحال المواضيع بطبيعه الحال اللي سبقوه اللي مره كيجيو منين كيتضغط شي مواطن. اذا السؤال ديالي، ومن قبل من السؤال ديالي غادي نقول الا كان داك الشيء كذوب اللي كتقول هاد السيده فالله يهديها، الا كان مرض الله يشافيها، الا كان سحور الله يعفو عليها، مي هذا الموضوع باش يتعطاه اهتمام بحال هكا كنظن بزاف. علاش لي واحد النهار ما سمعناش او لا علاش لي واحد النهار ما نسمعوش تعطاه اهتمام لشي كرش ديال شي مسؤول 30 سنه هو منفوخه عنده، نعرفوا شنو فيها، ديروا لها شي رقيه، نجيبوا شي طبيب شي مسؤول يعرف لنا شنو كاين تما. هادو هما المواضيع اللي خاصهم يتعطاو اهتمام في الراي العام، ويتعطاو اهتمام ايضا في الـ في الـ في, الـ في المواقع الاخباريه. شي مسؤول شحال دخل كرشو، ها واش حلال داكشي ولا ما حلالش، شحال الميزانيه تضرب في كرشو، خاصنا نعرفوا داكشي اللي عنده، واش هو واش خاصو يخرج ولا ما خاصوش يخرج. هادو هما المواضيع اللي خاصهم يتعطاو اهتمام. اذا فبركه من هاد التخربيق هذا، بركه من هاد الضجات او تكبير الامور، كبروا مواضيع ديال المواطن المغربي، الزيادات ما شفناش مواقع ديال التواصل الاجتماعي كتهضر على هذه المساله ديال الزيادات، الزياده في الخضره، علاش هما تصدروا لهم مطيشه برا؟ داكور، حيت حنا ما كنصدروش سولو الفائض الانتاج، حنا كنصدروا على حساب الطلب ديال دوك الناس اللي ورا البحر، وتا رجعت لينا شي مطيشه صفراء من تما، ديك الساعه كنديروا لها ثمن ديال المونك وكنخليو المغربي يتفرقع. ولا كان عندك ديك الساعه شي مشكل او لا كنت هي المواطن البسيط كتعتمد على البي ام البيض ومطيشه، بقى البيض وصرات البيض، اذا المواطن غيبقى يصرات البيض، وحنا نبقاو نتفرجوا بطبيعه الحال كرش منفوخه، كرش فيها العشوب، كرش الله يعفو علينا وعليكم، السلام عليكم.